يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن أحد الدعاة قال في الإذاعة إنه إذا تزوج الرجل الذي ولد في نجم الجوزاء المرأة التي ولدت في نجم مخالف إن حياتهم الزوجية تكون غير مستقرة. هات السؤال. يقول إن أحد الدعاة قال أحد الدعاة بعد نعم قال في الإذاعة إنه إذا تزوج الذي ولد في نجم الجوزاء بالتي ولدت في نجم مخالف إن حياتهم الزوجية تكون غير مستقرة. هذا من المنجمين، هذا من المنجمين والعياذ بالله، اللي علق الأمور والخير والشر بالطوالع، طوالع النجوم، هذا منجم، هذا من عمل أهل الجاهلية، إن كنت تعرفه فنبهه على هذا. نعم.